الثالثة صباحا الواحدة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاتصال تناول مجمل الأوضاع في الشرق الأوسط وخطورة توسع دائرة الصراع الجارية، حيث تم استعراض الجهود المصرية والإقليمية والدولية الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإغاثية إلى القطاع كميات كبيرة وفي أسرع وقت، كما تم تناول الدور المحوري الذي تقوم به الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة في تقديم الدعم والإغاثة لأهالي القطاع، لا سيما من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التي تم تأكيد أهمية مواصلة تمويلها لتتمكن من أداء دورها الإنسانية. وخلال الاتصال رحب الرئيس السيسي بالدور الذي يقوم به السكرتير العام للأمم المتحدة في الدفع نحو التهدئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، كما تقدم غوتيريش بالشكر لمصر على دورها الجوهري في العمل على التهدئة وتقديم الدعم الإنساني لأهالي غزة، مؤكدا حرصه على استمرار التنسيق والتشاور والعمل المشترك مع الرئيس السيسي في سبيل استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي إدانة مصر للهجوم الإرهابي الذي تعرض له أحد المواقع على حدود الأردن مع سوريا، مشيرا إلى دعم مصر الكامل للأردن الشقيق وحرصها على أمنها واستقراره. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي مع الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، الذي ثمن الموقف المصري في ضوء علاقات الأخوة التاريخية بين الدولتين والشعبين. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال بين الرئيس السيسي والعاهل الأردني تناول الأوضاع المتوترة في المنطقة وخاصة في قطاع غزة، كما تباحث الزعيمان حول الجهود الجارية لتهدئة الأوضاع بقطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي القطاع، محذرين من خطورة استمرار التصعيد العسكري بما يعرض الأمن الإقليمي لتهديدات متنامية، ومؤكدين أن إيجاد حل عادل وشامل للقضية هو الضامن لاستعادة الأمن والسلام الإقليميين. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط في اتجاه تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة بالأوضاع في قطاع غزة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من المستشار الألماني أولاف شولتز، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية واتساع دائرة التوتر في المنطقة، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والمبادرات المتعلقة بتبادل المحتجزين في هذا الإطار، كما تناول الاتصال الجهود الرامية لوقف توسع نطاق الصراع، حيث اتفق الجانبان حول أهمية حل الدولتين كأساس لاستعادة السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة. من جانبه أشاد المستشار الألماني بدور مصر والبناء في المنطقة. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف أن أطفال قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر معرضون لخطر فقدان اللقاحات وتزايد الإصابة بالأمراض. وأوضحت المنظمة في بيان لها أن أكثر من 16,000 طفل في قطاع غزة معرضون لفقدان لقاحاتهم الروتينية، وحذرت المنظمة من أن هؤلاء الأطفال معرضون للإصابة بأمراض خطيرة مثل الالتهاب الرئوية والشلل للأطفال.
مشاهدينا نهاية الموجز، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة.